en réception électrique, j'ai créé ce système. C'est un groupe électrique autogénératrice, magnéto photovoltaïque. بون غنمشي نجربو السيستم تاعنا. اول حاجه سيستم باش يصلح لنا مروان قبل بلا قبل ما نقدمو السيستم هذا يصلح بصوره سيت ان جروب وقت يقص الضوء ولا بلاصه ما فيهاش الضوء. عندنا لي فوا هنا فاهم لي فوا ان لي فوا دو فاهم سورس نتاع 220 فولت جميل. في صوره ما الضوء مش موجود تحط معناها تحط فوا ان في فوا دو فوا تروا فوا كات تبدا 220 فولت نتاعك تخدم شنيول، لازم تخدم مارتو بيكور، لازم تخدم ترومب. ديجا عندنا اكزومبل هنا حطيت ان بومب باش نبين لكم اللي كونوا خدم ان بومب. سي ان سيستيم بويسون. يصلح للناس الكل معناها في المجالات يصلح في المجالات الكل، في المجال نتاع السونتي، في المجال نتاع البومباج، يصلح في المجالات الكل. يصلح حتى في الدوميستيك، نجموا ما تروهوش كيما هكا، نجموا نسكروه من هنا باش الحس هو الواحد، وما يعملش برشا حس، اون بليس هو ما يعملش برشا حس. والبارتي كوموند هذه نحسنوا فيها شوي. لازم نعملوا انا فيشور ال سي دي يولي معناها منظر خير من هكا. السؤال اللي يطرح نفسه خويا مروان، لي جروب موجودين تو، شنو الحاجه اللي مش نربحوها من الاكتشاف الجديد الاختراع اللي عملته انت؟ لي جروب لي ريتم لي ريتم في السوق دي جروب يعملوا حس، يعملوا حس يسخنوا ني با بوسون لي زون دولور ولي كارت كونفرتيسور. ما ريتش كارت تخدم لك شينيول، ما فيش تبدل من 12 فولت ل 220 فولت تجي تخدم تقص ولا تحرق الكارت ولا ما تعطيكش اونديرونس معناها وقت طويل. ويستحقوا المازوت، يستحقوا يستحقوا المازوت، يستحق هذا السيستم وقت يقص الضوء مش غادي يروح بروح كيما الكهرباء هذاك تمشي وتشارجي. معقول. باهي فكره صغيره على السيستم والسو سيستم اللي في وسطه رابيدمون يا مروان. باهي هذا السيستم هذا فيه دو دينامو، دينامو 1 دينامو 2. هذه من هنا نشوفوا الدينامو عملت فيه موديفيكاسيون، ثم انسرتور وثم من هنا ان شون مانيتيك كيف كيف دينامو 1 و 2 يدور فيهم ان موتور. نورمالمون ثم بولي اخرى لهنا باش الموتور هذا يخدم لدو جينيراتور بلوس. في الفكره نتاع السيستم هذايا معاهم ان بانو، بانوات غاليين مش ناخذ بانو كبير برشا، بانو خارج 2 امبير معناها كل دينامو مش عاطيني 2 امبير، 2 امبير 4 امبير 6 امبير، 6 امبير كابابل في 4 سوايع باش يشارجوا البطاريه نتاعي. ونجموا نجربوا تو نحن وقتاش نعرفوا البطاريه تتشارج. بطاريه 12 فولت يلزم تونسيون 12 فولت، اكثر شويه 13 فولت سافا تري بيان. نحن تو مش نشوفوا الدينامو كي مش يخدموه مش يخرج لنا 12 فولت نتاعنا، ان فوا خرج لنا 12 فولت راهو معناها مش يشارج البطاريه. ومن بعد ما يشارج البطاريه، البطاريه مش تخرج 12 فولت تعمل كونفرتيسيون تخرج لنا تونسيون دو لوردر دو 220 فولت. دونك هذه الفكره نتاع السيستم. حاليا انا حطيت البانو هذايا بور اكسبليكي، اما راهو بالنسبه للبانو هذايا مش في الجروندور اللي حاجتي بيه، يعني مش طلب فلوس اكثر واحد حب نوصل المعلومه برك. البانو هذايا راهو يخرج كورون ضعيف، اما في السيستم البانو نورمالمون يخرج 2 امبير. وتو مش نجرب بالشون مانيتيك برك من غير بانو، مش راكب البانو يعني باش يخدم، باش يخدم بجينيراتور واحد، باش يخدم بدينامو واحد، فهمتني؟ دونك هكا في الاوف سيستم حطوه في الاون. اول حاجه نعملها تيست باتري، عملت لها لومب سبيسيال، عملت لها ان ديجونكتور باش نعرف. ديجا خدمت ديجونكتور فونتيلاتور لي فونتيلو خدموا، لان الفونتيلاسيون ريفرواديسمون وما ادراك ما ريفرواديسمون مهم ياسر في الكارت الكترونيك، اهم حاجه اهم حاجه. دونك خدمت السيستم حليت البارتي بويسون. اول حاجه عملت هنا ان بوتون من تالي، هاي ان بوتون بور تيستي لومب. إذا كان البطارية نتاعك مش مشارجي السيستم مش يخدم. دونك أوب، دونك عندي شارج من البطارية، نسكر البطارية نتاعي ديما باش نربح الطاقة. أنا ديجا عملت وضعي باش نربح الطاقة. دونك لي زوكسيليير نخليهم يخدم، لي فونتيلو باش يبردوا لي السيستم نتاعي. دونك قلنا دو فوا دو جروب باش نخدموا، باش نخدموا لو فوا لولين. دونك شعلت لومب، اون فوا شعلت لومب لهنا معناها راه 220 فولت اكزيستون. فوا ان يخدم تو مش نخدمو فوا نيميرو دو. فوا نيميرو دو كيف كيف عنده كوموند، هوب نخزر لومب حمراء اللي انشعلت، وثم لومب حمراء اخرى تنثبتو فيها تلقوها تشعل هنا، ثم لومب فويون تكري نوتي، وعندي بريزونس 220. دونك السيستم تاعي تو جاهز للخدمه، كان جربوا ليه تو يخدم. عندي كات سورتي تو فيهم 220 220 فولت، نجم نستعملهم اون باراليل. هذه شنيول انكو قوي ياسر بويسون، ما مش نجربوها باش نعرفوا.
السيستم تاعكم ديزون ستاسيون هو نيميرو 2 تحبوا خدموا لهم لي كات سورتي نجم نستعملهم مع بعضهم الكل يا مروان. و ميم طون لي كات سورتي نجم نستعملهم مع بعضهم الكل. ثم البوسيبيليتي باش نزيدو سورتيات اخرين. ما حطيتش لومب اللي تستاهل كورون ضعيف، حطيت ان لومب، اللومب هذه تاكلي كورون برشا. في لي فوا الكل مش هاكي تونسيون، ها باش نجربوا. اي فوا باش حط فيها مش هاكي تونسيون. فوالا. لي كات فوا كات تونسيون. دونك هذا وهو هو مش برونشي في الضوء لي با برونشي في السكتور باش يصلح السكتور هذاك مروان السكتور هذا هم نفسروه بعد ما نخدموا جينيراتور هذا اللي نحب نشارجي السيستم تاعي عملت فيه تروا شارجور علاش عملت تقول قال تروا شارجور عملت دو شارجور بيرمانون يا في كان شارجور تومبوريزي هذا شارجور تومبوريزي تو نحكوا الوظيفه نتاعو كوموندي بال كوميتاتور هذا تو نحكوا عليه شارجور تومبوريزي وتو نحكوا وقت نحطوه في الريزو واش يصلح انا نورمالمون حطيت باتري واحد نورمالمون هذا نجم نحط فيه 3 باتري وفيت لي 3 شارجور هذوما يشارجيه 3 باتري شنو مش يصلحوا لنا تو باتري واحد تخرج باتري ليش تصلح نعرفوا نحن الضوء فيه تونسيون فيه كورون نحن اذا كان مش نلعب مش نخدموا اذا كان مش نحبوا نقوي في الطون دير الشارج نتاع الباتري دي في الاوتونومي نتاعها لازم نعطوها اكثر كورون لكن ثم كونتيتي لازم تفوت شوي تومبير او ميم طون باش ما نهكوش الباتري دونك لي قد ما نزيد نزيد الشارجيرات قد ما نقوي في الواحد نقوي في طون ديرو شارج صحيح معناها في لحظه من زمان نحط دو شارجور دو باتري في يشارجي في لحظه ما تشارجو بيت في شارجي لي في ساعه وشدني اكثر يشدني اكثر دونك تو مش خدم الجينيراتور مش شوف التريزفولت اللي مشارجي الباتري بسم الله تو دونك مش خدمه ديماراج موتور نعاونوا شوي من الاول بداي راه دي مرة اوكسيد هي تونسيون عم تبدا طالع تونسيون وي 9 10 12 تونسيون دي اكسيلون 12 تونسيون هذيك تونسيون شارجي ديك الباتري جينيراتور واحد دور ما هذيا شوف الجينيراتور في الجهد شوف المانيتيزاسيون لا فينومين دو سون مانيتيك هذوما لي دو ديزيمون يخدموا يدوروا يخرجوا كورون والكورون هذاك فهمتي عملت له لهنا صنعت كارت عملت لها ريغولاسيون عملت لها ريفرواديسمون درني عندي ستوندر شارج طويل دونك لهنا خاف تطحنوا الكارت عملت لها لهنا والكل راه من الفيراج ريت ودي الكل ماتريال ريكوبيري من الفيراج شريت كان باتري ولا صنعت الشريو هاي تونسيون هاي الموتور يخدم حطي ديك لهنا كلاس تلاحظ هنا علاش حطيت الكارت هذيك ما حطيتهمش باش يبعثي باتري علاش لانه عندك هنا هذايا فونتي لوك نشدو باش تزيد تعمل لي ريفرواديسمون تبرد ما تخافش بلاص دونك هاو انا قاعدين ونبقى معاك الصباح سون بانو اذا كان زيد نخلص البانو هذايا راهو ندير لنا تيري باش نبدل الشارج دو باتري ونزيد دي زومبير دونك باش نقص السكين تاع الشارج باش نقص تونسيون نقص تونسيون تو معناها الباتري مش قاعده تشارج مش قص تو الباتري لي زوكسيلير عملت لهم كوموند وحدهم اخزر كيفاش مش يقصوا لي زوكسيلير قصوا لي زوكسيلير يعني مش خليهم يخدموا يعني مازالت عندي تجربه اخرى باش نوريك كون السيستم تاعي نجم يخدم ان بومب باش يجبد الماء دونك خدمنا جينيراتور خرجنا الضوء 13 فولت بور شارجي الباتري بالطبع سون بانو لانه البانو هذاك بور باش خرج لنا كورون بور اكتيفي لي طون دو شارج دو باتري هذا تو هذا ما شاء الله خرج 12 بار نقول لك راه سيستم بومب نتاع مين بومب نتاع مين نقول لك راه سيستم قوي راه سيستم قوي قوي بالقديس هاو مش نخدموا تو معناها هذه التجربه لخوينا الفلاحه باش باش نشوفوا كم تروبه تنجم تخدم دونك السيستم تاعي يخدم بريزونس 220 فولت ديماراج موتور خليته موحده يتحكم فيه موحده دونك شو قداش ال 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 خرج وقت زيرو ونص تزيد باتري اخرى هنا تولي هنا نجم تزيد اكثر زوين وتنجم تكبر فيه اكثر من هكا ما شاء الله وحاجه معناها اختراع ممتاز ياسر هاو يخدم نشوف عبو يسكن ولا يحبس ولا كذا هاو هو قاعد يخدم تو هاو باش نهز الماتريكس تاعك ونقص باش يقيس لك لي طون تونسيون بالذات لو زدت وقعتيك كيف بغيتي هاو تونسيون 220 فولت هاو موجود ريتها توصيل موجود ها
249 فولت ميم با شي فيه ماشي شي فيه 249 فولت خير حتى ملي جينا في بريزا خير حتى ملي جينا بريزا دونك هامش باس الترومب هذي فهمتني نحب نحبس السيستيم ونسكر لي كوموند نتاعي بون نسكر لي كوموند نتاعي نسكر لي زوكسيليير نسكر بارتي بيسون تو مش تعدى المرحلة أخرى باش نخدم ليك بارتي باش نبرانشي في السكتور باش نبرانشي في السكتور شنو باش يصير بالضبط بون باش نعاود نخدمو وركز لنا اللومب هذوما كيفاش يشعلوا بالله بون نسكر نسكر الموتور الكوموند نتاعه وحده بون بريزونس 220 فولت دوزيام فوا بريزونس 220 فولت مي اللومب أحمر تو باش نحط الشارج شوف شنو يصير بالضبط باش نحط الريزو لي لومب هذوكم باش يتبدلوا ها باش يتبدلوا خضر استنى خلينا نحط الضو اوب خلاص اوب اوتوماتيكمون لي دو لومب السيستيم اوتوماتيكمون مش يدخل في الشارج هذه الفاز نتاع الشارج هذه الفاز نتاع الشارج اللي هي مهمه جدا مهمه جدا قبل ما نستعمل السيستيم لا ثم حاجه اخرى انا الفوتني كونت كان وقت نحط في الشارج اللي الكونفرتيسور نتاعي باش يخدم دونك لازم نزيد نخدم لي فونتيلو نتاعي ريفرواديسمون باش ما يسخنوش معناها عندنا يا نشارجو من السيكتور نشارجو ثم لوتو شارجمون في البطاريه ثم نوتو شارجمو بال دينامو اوتو جينيراتور وثم شارجمو بالسكتور هذوكم دو شارجور شارجور نيميرو 1 هذو في الفير شارجور نيميرو 2 وثم تروزيام شارجور يعني انت هنا كابابل باش تحط 3 باتري مش 2 باتري يعني سورس نتاع تونسيون جينيال هنا تنجم معناها سيستيم اكستنسيبل على الاخر خويا مروان نجم نطوروا فيه كيما نجم نطوروا فيه مش نحكوا التطور خلينا نحكي لك الشارجور هذايا الشارجور هذايا مش نحطهم هذه شارجور تمبوريزي مش هو يخدم تو مفتاح باتري يخدم اخزن هنا اخزن البونتيلو سي ان بلوك داليمونتاسيون ريكوبيري من بواط داليمونتاسيون تاع اورديناتور عملت له موديفيكاسيون وفيه اليمونتاسيون بليزير سورتي 3 فولت 5 فولت 12 فولت نحاش ب 12 فولت مش نحطه تو وزدته مفتاح نتاع غساله وربطها مع بعضهم باش يولي ان شارجور تمبوريزي هوب اخدم السيستم تاعك يخرج ب 12 فولت تو السيستم هنا انا شاد نوب هنا عندك 12 فولت 12 فولت نتاعك لا اله الا الله باهي لي لومب نتاعي يشعل مود شارج اون شارجمون من السكتور اون شارجمون من السكتور قص هذاك راجع لي السكتور نتاعي يخدم باش يعملوا لي ريبورديسمون عندك سؤال اخر سؤال ليفوليسيون بالنسبه لليفوليسيون دي سيستيم سي سيستيم كابابل باش نعملوا ليفوليسيون اقوى من هذيك نزيدوا انا في شير ال سي دي نزيدوا ان كارت اردوين يا بيك ان موديل جي اس ام بلس ان موديل جي بي اس باش يصلح موديل جي اس ام نولي نعمل له تلفي سيرفيونس ا ديستونس يعني بورتابل وي من البيرو النجم هذايا تبدا عندي سامي ولا عندي واحد نكتبي الكومود نخدمه اترافير الموديل جي اس ام معناها الفلاح يبدا في داره نجم يحل يخدم الترومب نتاعو نجم يخدم السيستم تاعو اون بليس لازم نحط فيها جي بي اس موديل جي بي اس اونتي فول ما يسرقش لي معناها مش نحط الكارت اردوينو ونبرشي معاه موديل جي اس ام ونصب البروجرام البيك نتاعي ونزيد موديل جي بي اس باش انا نعرف الكوردوني نتاعو فين هذايا ما عادش يتسرق خلاص نجم نخليه حتى في مساحه واحد ما نجم نمسو حتى واحد فين يتهز ينفيق به وما يتكلفوش برشا الكارت اردوينو والموديل جي اس ام والجي بي اس ني با كوتوس دونك سي سا دي سيستيم يعطيك الصحه ساشون اللي هذه الفيرسيون زيرو معناها مازال كامل في المروان ما هياش كيما نقولوا بريزونتابل برشا معناها بالامكانيات مش تحسن برشا مش تولي انا حاولت باش نعملو شاريو موبيل نورمالمون هذا يكون مسكر هذا سي تان بواط نوار فيه كان البارتي ان هنا باش تعمل تيست كي يخدم لومب باش تشوف عملت لومب هنا باش تشوف يكونوا الدينامو يخدم تشوف اللومب هذه اللي هي قاعده تخرج تيست لومب وعندي تيست لومب باتري تيست لومب باتري وتيست لومب وقت يخدم جينيراتور نورمالمون دي كلها ان بواط نوار مسكره مشتاق البارتي هنا نتاع ليتيليزاسيون ومستقبل بارتينا هنا نتاع الكوموند هذا في البروشان في تورك يبدا الديزاين نتاعو كامل ومريقل ونحاولوا الشريو هذايا عجبني الشريو هذايا باش الموبيليتي دي سيستيم ونجموا حاشلوا فيه اكثر من هكي والبانو يكون اكبر من هكي
وباش يخرج انا دي زومبير اللي قلنا عليهم باش بروكتيفي لو طون دو ريشارج دو باتري. واضح، معناها السيستم بالامكانيات المتوفره اللي عندك خرجت لنا 220 في 4 سيكتور. وي. اللي هما فيه اللوتو شارجمون، فيه شارجمون من السيكتور. يصلح لنا في برشا مجالات. الديزاين مش يتحسن برشا برشا. ليفوليسيون قادرين باش نعملوا ايفوليسيون كبيره ياسر في السيستم. ان شاء الله. ويعطيك الصحه خويا مروان، ويبارك لك ان شاء الله. السلام عليكم. مع العلم.